صباح النور مرة أخرى ومرحبا بكل ما التحق بنا توا في الماتينال. صباح الخير مرة أخرى درة. صباح النور، صباح الورد، صباح الفل. يعيشك وصباح النور دكتور الأستاذ بلوتو المحامي صابر بن بركة. صباح الخير سيدي. الحمد لله. لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. احنا قبل ما نبداو نحكيو اليوم على الاشتراك في الملكية نرجعوا شوية للشيف فتحية باش تقول لنا وين وصلت في حكاية التمر واللوز والجو هذاك. أهلا بيك يا فاطمة وأهلا باللي قاموا توا ويتفرجوا فينا. أنا مش محبة في التعب راهو نهروش اللوز بالقلقال على خاطر يبدأ فيه كي ترحاب الماكينة يترحاه كله كيف كيف، لكن كي ترحاه هكا باليد يتهروش بالقلقال. من الأول نبدأ نقصه بشوية بشوية بالسكينة ومن بعد نبدأ ننزل عليه بالقلقال يقعد فيه كالكروكون. وانا نحطه بقشرته، ما قلت لك ديما ما نحبش اللوز المقشر الا في حاجات خاصه، معناها حاجات مجعوله للوز الابيض. اما مكثر الاوقات نخدم كان باللوز هذايا الاحمر، نسميه اللوز احمر ولا اللوز اكحل بقشرته كامل. وباش نعمل عملت معناها الكميه تجي شطر الباكو نتاع التمر، شطر كميه التمر باش نعجنوا به، باش وقت تجي وتاكلوه تلقى فيه كالقرميشه الصغيره ويعطي مطعم بنين كي يبدا هكا يا مروش. وما يسيبش زيته، يسيب زيته كان في وسط معناها في وسط الباتيسري، ما يخرجش زيته في الماكينه ويسخن. فهمت هذاك علاش قاعده نخدم فيها كبليت. يعطيك الصحه شيف فتحيه. واحنا دورنا نرجعوا مع الاستاذ يا سيغ صابر بن بركه. الاشتراك في الملكيه، انا راني كيما نعاودها لكم، راني كي تلقى بحذايا محامي راني عندي زوز محامين اللي هي دره زادت ولي محاميه. لا لا مش محاميه، مانيش محاميه. مي تفهم برشا في القانون في الحقوق وكل شيء، قرايتك فوالا. دونك الاشتراك في الملكيه، ساعه قبل كل شيء نعرفوا، يلزمنا نعرفوا بلوتو علاش ووقتاش وشكون ينجم يعمل اشتراك في الملكيه. طبعا هو معروف انه نظام الاشتراك في الملكيه بين الازواج، معناها ما ينجموا يعملوا اشتراك في الملكيه كان الازواج. انا ما نجمش نعمل انا فاطمه اشتراك في الملكيه. هو اتفاق، هو في نهايه شريعه المعتقدين. هو اتفاق، اما كي نحكيو على نظام الاشتراك في الاملاك بين الازواج ما نجم يكون كان بين الزوج وزوجته. اي اتفاق اخر هو اتفاق تلاقي ارادتين، نجموا انتم تتفقوا باش تشاركوا في اي حاجه، في اي ملك، ملك خاص، عقاريه ومنقول تشتركوا فيه. بالنسبه للموضوع المتعلق بما جاء به القانون عدد 91 لسنه 1998 اللي هو جاب لنا نظام الاشتراك في الاملاك بين الازواج في اطار عقد الزواج بالطبيعه. هو نظام استثنائي على القاعده العامه لانه المشرع التونسي او نظام القانون التونسي في الزواج الاساس او النظام العام المبدئي هو الفصل في الاملاك بين الازواج. اذا ما صارش اتفاق بين الازواج باش يشتركوا في الملكيه. تقول لي انت نظام الاشتراك في الاملاك شنو يشمل؟ شنو هي الاملاك اللي يشملها؟ شنو ليش بالضبط؟ خاطر هنا الاشكال يمكن تطرح، لانه الناس ماهيش فاهمه في بالها، معناها كي نقولوا نظام اشتراك في الاملاك كل شيء معناها وقتاش؟ هذا السؤال اللي يهم. دونك قلنا انه نظام الاشتراك في الاملاك يشمل الأملاك العقارية بصفة أساسية، العقارية المكتسبة بعد الزواج. بعد الزواج، ركزوا لي في حكاية بعد الزواج. واللي يكون اكتسابها بعد الزواج عن طريق الشراء، معناها ما يلزمهاش تكون مش وصية أو إرث أو شيء من هذا القبيل، واللي تكون العقارات هذه مرصودة للاستغلال المعاشي السكني. بمعنى باش نحوصلوا نظام الاشتراك في الأملاك تطبيقا للقانون عدد 91 سنة 1998 يشمل العقارات السكنية المكتسبة بالشراء بعد الزواج. كي نقولوا مكتسبة بالشراء معناها إذا فما زوج يكتسب بعد الزواج بموجب الهيبة أو الإرث أو الوصية فهذا ما يدخلش في نظام الاشتراك من الأزواج. كيف قلنا من الأول العقارات، معناها المسألة باش تقتصر على المال العقاري أو الأموال العقارية، معناها المنقول كل ما هو سيارات او مال او اي حوالت وكل شيء يدخل في نوعيتها. لحظه برك، وكي نقولوا قلت عقارات سكنيه معناها العقارات اللي معدل الاستغلال المعاشي السكني، على خلاف اللي كنت تحكي فيه سيادتك اللي هي العقارات اللي معدل الاستغلال المهني والا
الوكالات العقاريه والا الحوانت المعدل الكراء. معنا نفسروا للتوانسه باللغه التونسيه. باللغه التونسيه معناها انه اي واحد تزوج يلزم بعد العرس معناتها الاشتراك في الملكيه بالضبط. في كل ما هو دار مخصصه للسكن هكا ولا بالضبط ماهوش محل نتاع تجاره ولا حوانت ولا حاجه راهو مش تبع الاشتراك من غير ما بالضبط والكراهب والمنقول الاملاك المنقوله توسكي معناها منقول ما يدخلش في الشارع معناها ذهبك ما عندوش دخل فيه حاجتك كرهبتك لا حانوتك اللي تخدم فيه مش داخل والدار حتى الدار دور حسب ما فهمت اللي وارثها مش داخله بالضبط هذيك صح اما هذا اما هذا يشترط انه الاتفاق صار يعني يلزم يقع التنصيص في عقد الزواج انه الزوج والزوجه يختاروا نظام الاشتراك في الاملاك خاطرش قلنا نحن قلنا انه المبدا هو الفصل في الاملاك معناها لو فات انك عقدت زواج مع مع مع, مع شخص باش تتزوجوا مش معناها اوتوماتيكمون باش تدخلوا في, في 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 الاشتراك في الاملاك يلزم يقع التنصيص صلب عقد الزواج على انه باش يقع اعتماد نظام الاشتراك في في الملكيه بين الازواج باهي ماتر فما الحاجات معناها لي كا سبيسيال شوي معناها توا المسكن هذاك العائلي مفهوم هذاك اذا كان عملنا الاشتراك في الملكيه المسكن اللي نعيشوا فيه هذاك الزوز مشتركين فيه اما نحكيو مثلا على دار المصيف والا البلايص اللي مشيو لها مره في الفيل اللي هي ماهيش للاستغلال التجاري معاشي. ولا هي للاستغلال المعاشي اسكو تدخل في الاشتراك في الملكيه ولا لا بون خلينا نكون واضحين شويه راهو نظام الاشتراك في الاملاك بين الازواج ينجم بالاتفاق بين اطراف انه يوسعوا نطاقه بمعنى احنا باش نتفقوا ان باش نشتركوا في الاملاك لكن ماناش باش نعتمدوا القاعده اللي يحطها القانون اللي جاب بها قانون 98 يقولوا نحن باش نخرجوا على القاعده هذيك وندخلوا عقارات اخرى او املاك اخرى ندخلوها في الـ في الـ في الاشتراك في الملكيه كي نقولوا احنا عقار معد للاستغلال السكني المعاشي ما نحكيوش على دار مصيف ولا على ولا على مسكن نزوروه من موسم لموسم ولا لا يلزم هذاك اللي نعيشوا فيه اللي نسكنوا فيه اللي ربيوا فيه صغارنا اللي كي نروح من خدمتي نروح لداري في اذا باقي في نفس الحكايه اللي هي نتاع دار المصيف فما عباد كوبل مثلا عايشين في دارهم شارينها هما مع بعضهم واللي تحب انت وشريوا خذوا قرض مثلا ولا حاجه وشريوا دار اخرى مع بعضهم هل يدخل في حكايه الاشتراك في الملكيه ولا إذا يكريوه سامحني إذا هما شراوا دار مع بعضهم معناتها بعد العرس كوا حبيت جوستومون بعد العرس معناها اكتسبوا العقار هذاك معناها ساهموا فعليا أنهم الاثنين باش يساهموا في اقتناء المنزل هذاك إذا تم توثيق أنه الزوج والزوجة كل واحد فيهم ساهم بقسط معين في عقد الشراء مثلا تقول الزوجة انا شريناه ب 100000 دينار الزوج دفع 50 وانا دفعت 50 وقع توثيق وهذا في عقد هنا نحكيو على اتفاق حصل له ثابت واذا كان مثلا تقيد باسم الراجل بركه ولا المراه برك شنو يصير لهنا انا قلت لك يلزم يكون الاستغلال المعاشي اللي نستعملوه معناها بطريقه متواتره ديما مسكن المصيف ما ينجمش يكون عقار سكني مستغل لمصلحه العائله هو المشرع فلسفه المشرع وقت ينص على قانون 98 وكرسوا وانشئوا انه فكره المسكن المعاشي السكني اللي العائله الكل تنتفع منه والعائله كل تستغله في الحياه اليوميه. باهي اذا كان انا شريت دار بعد عرسي شريت كريتا باش ندخل معناتها بحق الكري ندخل فيه لداري. هنا عائلتي مستنفعه. ماكش تستغل فيه العقار السكني هكا المشرع يقول في نص القانون. فهمتني خاطر هذا شنو يقول كيما اي عبد العقار آخر. المعد للسكنه حرفيا معناها العقار المستغل للحياه اليوميه المعاشيه نتاع كل يوم، اما انت اذا يسمى عقار معناه من الكماليات هذاك اذا انت باش تكريه وقلنا نحن من الاول ياخذ الصبغه المهنيه معناها انه يكون معد للكراء باش تدخل منه فلوس فما كل لاسبي كوميرسيال فهمت كيفاش تقصيه انا نقص عليه القانون هذا حد وحد الدار اللي نسكنوا فيها كهو هذيك بركه نشاركوا فيها هذاك هو اي هذاك هو لكن الحاجه اللي في القانون تنجم تحلوا الحاجات ما اوسع نجم توسع نجم توسع كيفاش؟ انا قلت لك اذا القانون هو موضوع كمبدا لكن الاطراف بما انه اتفاقي وديما في القانون عندنا مبدا يقول ما اتفق عليه الاطراف يقوم مقام القانون فيما بينهما ايش معناه؟ معناه اذا النص القانوني جاء وضع
مسألة نظمها وفسح المجال أنه الأطراف باش يرتبوا آثار أخرى باتفاقهم هما. هذا وين تسهل هو قانون 98. احنا معناها نوصل لك بالفكرة هذه أن ينجموا الأطراف يخرجوا من النطاق الضيق اللي جاء به قانون 98 ويتفقوا الزوج والزوجة أنهم باش يوسعوا نطاق نظام الاشتراك باش يشمل العقارات كسوى القابلية المكتسبة قبل الزواج. لا ينجم يكون في العقد الزواج. اذا ما تمش هذا في عقد الزواج ينجم يقع مراجعه الامر هذا في عقد اخر في عقد مثلا لاحق. يشترط القانون انه يكون بعد سنتين، يلزم فما مده نتاع سنتين باش تقع مراجعه الاتفاق الاولاني محرر بالحجه العادله، معناها مع محرر وعادل الاشهاد، ويقع الاتفاق فيه يا اما على التوسيع في مجال نظام الاشتراك، والا إذا هما اختاروا الفصل باش يغيروا نظام الاشتراك، ولا العكس إذا هما من الأول اختاروا نظام الاشتراك ومن بعد يحبوا يختاروا الفصل ينجموا بالحجة العادلة. على سؤال وقتاش، على سؤال وقتاش، خاطر قبيلك قالت لك وقتاش وشكون النظام تاع الاشتراك في الأملاك تنجم أنت بعد 10 سنين 20 سنة أنت وراجلك معرسين تعملوا. نجموا نجموا ما أقلش من عامين، إذا معناها القانون يحط بعد سنتين كحد أدنى. بعد سنتين تنجم تغير اللي تحب، إذا أنت كنت في الفصل وتحب تمشي الاشتراك تمشي الاشتراك، إذا أنت كنت في الاشتراك وصارت خلافات وتحب ترجعوا للفصل ترجعوا للفصل، إذا أنتم في الاشتراك وتحبوا توسعوا من نطاق الاشتراك كيف كيف بالحجة العادلة. الزواج العادي اللي فيه زوز اتفقوا على الاشتراك في الملكية راهو العقد هذاك أو الجملة ذيك المكتوبة في عقد الزواج ولا الفصل. هو فصل فصل معناتها هو حد وحد السكنه معناتها الدار تسكن فيه المبدا صحيح هذاك اش لازم نفهموا ناكد خاطر احنا بيسر نيتنا سليمه ونحبوا النيه السليمه اما ميسالش واحد كي يقرا على خاطر ينجم يلقى فصل مكتوب فيه المنقول والاملاك المنقوله والاملاك العقاريه الكلمه هذيك لازمك تعرف اللي هو مثلا انت راجلك عنده ولي الحق في الاملاك المنقوله نتاعك نرجعوا لكراهبك ينجم يحطها وحده من غير ما يشتشي هي ما في العقد انت نورمالمون سيبوزي باش تقراه معناها ماكش انت نهار العرس بتصح على حاجه انت ما قريتهاش هذيك علاش فما برشا عباد يقول لك انا صححت معناها تحب تقول لك انه ينجم هو يحاول انه يتحايل يوسع في نطاق الاشتراك ومول صعيبه باش تصير الحكايه هذه علاش لانه معناها عاده الفصل المتعلق بنظام الاشتراك يثيروا العدل الاشهاد هو في ابرام عقد الزواج هو يتولى توضيح العمليه هذه معناها هذه تحايل ولا توسيع النطاق بطريقه هكا كشيء ما تنجمش تصير متر اما راهي صارت برشا مرات في عروسات معناها امام الامر الواقع مثلا معناها قل تقبلين الاشتراك في الملكيه في المنقولات العقاريه هذه ساعات تبدا فما حرج اذا تمضي قدام العباد يبدا ساعات فما حرج اثنين واهم حاجه ساعات واحد مش فاهم معناها شنو الاشتراك في الاملاك والمنقول هنا يجي دور العدول هو اللي باش يقف باش يفسر وهذا واجب محمول عليه اذا كانت تونسيه متزوجه باجنبي ولا تونسي متزوج باجنبيه كيفاش هنا تصير الحكايه؟ هو ينطبق على اي زواج مبرم في البلاد التونسيه وفقا للقانون التونسي. الزواج بالاجنبي والبالاجنبيه فما اجراءات قانونيه متابعه قبل ما انه يصير حتى وكان الاملاك نتاعو مثلا برا معناها مش في تونس لا فما عقار معادل السكنه موجود خارج لا مثلا اذا كانوا هما يسكنوا في بلاد اخرى والملك الراجل ولا المراه وهذاك اللي يسكنوا فيه ما يسكنوش في تونس القانون التونسي ينطبق كان في التراب التونسي تونسي احنا في مبدا نتاع استقلال دوله قانونها يطبق على ارضها حاميه نفسها وحاميه سيادتها الاتفاقات اللي تصير على التراب التونسي يطبق عليها القانون التونسي ما فماش داعي انسان باش يحتج بنظام او بنظام عام تونسي باش يمشي يطبقه في بلاد اجنبيه ماذا تعدي يمكن على سياده نتاع دوله اخرى معناتها حتى وكان اصدقائه كاتب في تونس ما يطبقش على الاملاك اللي يسكنوا فيها البر خاطر هذه تدخل في معناها في مش معناها مش في الهويه هذه تدخل في الاملاك في الاملاك الاملاك هذه مش كما انت مثلا جنسيتك تونسيه تقعد غاديك تونسيه ولا تقعد هويتك هذيك هي مهما تسافر للبلدان ما هذه تدخل في الاملاك وفي الممتلكات معناها مش كيف عندك سؤال اخر الماتر والله شو نقول لك سؤال شو نقول احنا توا قادمين على موسم تاع عروسات ماك تعرف احنا نسرة تاع العروسات تنصح شو تنصح العباد اشتراك مش اشتراك تستناو شويه قبل ما تعملوا اشتراك ولا كيفاش باهي هنا انت تسالني على رايي الشخصي
هو ديما يقعد راي بالخبرة شخصي لي انا مش بالخبره، ما بحكم اللي شفناه في التعاملات شنو اللي الاشكاليات نجم تتطرح، وباش ما نغطيوش عين الشمس بالغربال كما يقولوا، راهو المساله قاعده تطرح في اشكاليات كبيره، خصوصا من النقطه الاساسيه انه الناس ماهيش فاهمه الموضوع بالطريقه معناها الصحيحه واللي يجب انهم يفهموا بها. دونك رايي الشخصي اللي انا ما يلزمني كان انا بالطبيعه انه ما فماش داعي او ما فماش مانع مثلا اذا الزوج والزوجه يحبوا يقتنيوا في يوم من الايام عقار معناها بالاشتراك ما بيناتهم، يقتنيوا مع بعضهم، يساهم هو بالمال وتساهم هي بالمال، ويشريوا المسكن ويحروا عقد اللي هم معناها شركاء في المسكن هذيك، وتكون الامور قانونيه واضحه وسليمه وما فيها ما تطرحش اشكاليات. انا في رايي نظام الفصل هو النظام الناجح، هو النظام مش الناجح اللي يجنبنا باش نخوضوا في خاطر احنا كي باش نحكي نظام الفصل تقصد لهنا معناها مش معناها لا ولايه للزوج على مال زوجته ولا ولايه للزوجة على مال زوجته. فما برشا مشاكل تصير ماتخ، كيف مثلا هما في العقد الزواج محطوط اشتراك في الملكيه وكل شيء، مثلا الراجل هو اللي شاري الدار باسمه والمراه هي اللي اثت هذا الاتفاق، ما نحكي لك انا في حاجه نعرفها فهمت صارت معناها قدامي، دونك المراه هي اللي اثت كل شيء، معناتها تنجم تقول المبلغ اللي صرفه هو في باش يشري الدار هي صرفته في الاثاث. من بعد صار معناتها طلاق وكل شيء الاشكال اللي تطرح في الطلاق وفي الوفاه. اي دونك كيفاش لهنا معناتها كيفاش نجم المراه تضمن حقها ما غير ما يدخلوا في عاديه هو شيوع ولا ولا ينقضي الشيوع الا بقسمه المشترك، معناها تمشي للزوجة تطلب مصفي باش يصفي المشترك هذاك، معناتها ما ياخذش الدار بالأثاثها بكل شيء تقع قسمته، إذا هو غير قابل للقسمة نمشيو للإجراءات العادية يتباع ولا يقسموا هما فلوس العقار هذاك. أما هو شيوع، هو اشتراك كما هو سبب من اكتساب الملكية الشيوع، وما فما حتى إنسان يقعد مجبر على أنه باش يبقى في حالة الشيوع إذا صار الطلاق ولا صارت الوفاة، يقع قسمة العقار بين الشركاء بالطرق القانونيه المعمول بها. انا في بالي اصل القانون هذا حمايه الزوجه ولا حمايه المراه، تكون بتتخطى الزوجه على خاطر ممكن تولي حاضنه، ممكن تولي عندها ابناء هاكا فوالا، خاطر فما ذكاء تلقاهم انسى كبروا ما عادش معناها اولادهم زاد كبروا وهي تكون عايشه حياتها 40 سنه ولا 50 سنه معاه، نهار اللي طلق بعد ثلاثة أشهر ما عندها ما معناها ما فما حتى واجب عليه، حتى الدار اللي عايش فيها في أي حتى الدار اللي عايشة فيها تخرج منها. إذا كان معناها روح القانون متاع الاشتراك في الملكية للدار اللي عشت فيها الحياة الزوجية عندك الحق فيها، معناها ما نجمش يخرجك منها إذا كان عندكم الاشتراك في الملكية. إذا كان ما عندكمش الاشتراك في الملكية باش تخرج منها صح ولا باش تخرج؟ مش في الحلقه هي، هو احنا في ماده الطلاق ممكن نمشيو نبعد شويه على موضوعنا. في ماده الطلاق ديما فما الجانب الوقائي والحمائي للزوجه المطلقه، وخصوصا في وقت اذا كانت حاضنه واذا كان فما ابناء، ديما راهو القاضي الاسره ولا القاضي المصرح بالطلاق ديما يحاول يضمنك الاستقرار نتاع الام الحاضنه والاستقرار نتاع المحظون، ومصلحه المحظون ديما هي المصلحه الفضلى اللي يغزل، معناها مش في حالات قليله انه تصير تتشتت الزوجه. لا تصير يعني قلت لك اخر سؤال مات ما نعرفش انا اذا كان معناتها المراه والراجل معارسين من بكري قبل اصدار القانون هذا ويحبوا يعملوا اشتراك في الملكيه تصير ولا ما تصيرش؟ طبعا تصير يعاودوا يعملوا معناتها القانون وكهو. القانون يبدا نافذ من تاريخ صدوره، من تاريخ تصريح بصدور، حتى لو كان عقد الزواج، حتى لو عقد الصديق معناها يكون سابق لصدور القانون، بدخول القانون حيز النفاذ ينجموا يعملوا العقد اللاحق اللي كنا نحكيوا عليه بالحجه العادله عن طريق عدل الاشهاد ويقع الاتفاق فيه. ميرسي بوكو ماتخ صابر بن بركه، ومرحبا بك في كل وقت. نخرجوا توب فايف ونرجعوا. عسلامة ومرحبا بكم في التوب 5. اليوم باش نحكيو على ابرز خمسة مشاهير دمرت المخدرات موهبتهم. في المرتبة
الوجبة الأولى نلقاو ماكولاي كالكين ولا كيفن كما عرفوا العالم في سلسلة أفلام هوم لون المشهورة. حقق الطفل الصغير نجومية كبيرة، لكن من بعد بعد على ساحة الفن بسبب مشاكل عائلية، وفي عام 2004 قبضوا على النجم الشاب بتهمة حيازة الماريجوانا والدويات المخدرة وتحكم عليه بالحبس لمدة 3 سنين. في المرتبة الثانية نلقاو لينسي لوهان واللي كانت طفلة موهوبة على الأخر، لكن من بعد وتحديدا في 2007 بدأت في إدمان المخدرات والمشروبات الكحولية اللي حولتها من نجمة محبوبة عند الناس المدمنة غاضب عليها جمهورها. في المرتبة الثالثة نلقاو ريفر فونيكس اللي رغم اللي كان ممثل واعد وقدم برشا أعمال مزيانين وترشح حتى لجائزة الأوسكار، لكن هو زاد طاح في فخ الإدمان وتوفى وهو عمره 23 سنة بسبب تعاطيه كمية كبيرة من الهيروين والكوكايين. في المرتبة الرابعة نلقاو تشارلي تشين وهو ممثل معروف برشا في العالم، لكن الإدمان على المخدرات خليه يولي إنسان عنيف على الأخر اللي تسبب له في برشا حوادث وبقى يتنقل ما بين الحبس ومصحات علاج الإدمان لوقت طويل. المرتبة الخامسة نلقاو ويتني هوستن، الفنانة المشهورة هذه محبوبة برشا، لكن المخدرات اللي أدمنت عليها كانت تخطر على صحتها وعملت لها برشا مشاكل حتى توفيت عام 2012، وفما احتمالات أن سبب الوفاة جرعة زايدة من المخدرات. هذه كانت التوب 5. رجعنا للبلاتو مع الماتينال بطبيعة درة ومع نظيفتنا أروى هماني. عسيمة صباح النور. صباح النور. صباح تغيبين. أتقول لكم أروى شنو تعمل الخاطر فغيمو حاجات يدوخوا مش يفتقوا بركة بالحق. ما قبل نرجع للشيف فتحية باش نشوفوها وين وصلت. نعرف شيف فتحية تحبني نجيب أحداك ولا؟ مرحبا بيك كنت تحب تجي تشوف. أنا شو نجيب أحداك؟ مرحبا هكا درة مقبليك تقولي لا لا لا. ما أنا ما يقلقنيش. وين وصلنا؟ أنا توا نحضر في الليمونة متاع الزدر على خاطر الزدر طاب. قلت لي قبيليك باش نعرفوه طاب. تعب التسميد ما عادش يبدا فيها كالنكته البيضاء تفتح. به حكايه الليمون، الليمون فما عباد تاكل قشره برك، فما عباد يقول لا ناكل الثمره الدخلانيه. انا ناكل قشره. هو يلزم شطاره. نقصها بالسكينه، خلي شويه ثمره وشويه قشره خاطر حتى الثمره نتاعها بنينه ما نلوحش الكل. نقص جوست الفوقاني اللي فيه القلوب وفيه القشره اليابسه. نقصها جويدة، ذاك علاش قلت لكم ما تحطوش ملح في وسط الزدر نتاعكم باش نجموا يطلع معناها ملح قد قد كي نحط له شويه ليمون. فما اللي يحب كبار برشا، عباد ما تحبش كبار لان جاي فيت نحطه على الطاوله، واللي يحب يسار بيروحوا وحده سيرتو الكبار. ليمون الناس كلهم جينيرال يحبوه. ما عنده حتى دخل باللي عندهم التونسيون ولا حاجه. ايجا نقول فيو اللي هذاك ما غير ملح. وهذايا إلى كيليبغ معناها لوغو ما معناها كاين ما تزيدش ملح ينجموا ياكلوا يدزوه. شيف حبيت نسالك بالله انا الزدر هذا بيسكو فيه الكعابر هذوك نتاع السميد عندي الحق نخلطوا ولا ينجم يتحرك؟ حرك حرك. ما يجرى لهم حتى شيء. شيء ما يجرى لهم هذوك. ما علاش عديناهم احنا في القلايه؟ توا باش نرمي العظم، كي نرميو العظم ما عادش نحركوا. فهمتك. فهمت. كي نحطوا العظم توا امور واضحه كيك حركته وترجلت امور توا ركح. توا نرميه كل كعبه نرميها في بقعه باش اكيك هو دوبا يبدا نقولوا يفريميس شويه دوبلاش يبدا يطلع العظم يتيب جوست في السخانه ما يغليش يطلع كلي طيب قد قد له يابس له مروب له جوست كيفو. في كل بقعه نرميك عيبه. ما تحسبش دره ما تحبش لا 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 نعرفها منيش باش نحسبها باش نحسب ليكيب تاع التورناج وضيافنا وانت ودره قالت لي عظمه لا عظمه لا انا ما نحبش. فوالا تحب تهز الكل بلاش عظم. وش نحولوا كل البلان تاع هذاك طفيت له بعد ساعه غير ربع من الغليان حطيت له الماء وباش نحلوهم بعد نشوفوا نطلوا عليه خليته يبرد شويه. شوف كان حد حل مثلا العين السبنيوريه قال الحم مازال ما طابش بالكدا كيفاش يعمل؟ يعاود يلف ويعاود يحطه؟ لا لا ما يقعدش ما يتيبش في زعما يستحيل. شنو قاعد يغلي راهو من قبليك شنو ما طابش معناها اذا كان قاعد تستعملوا انت ساعه قبل كل شيء شنو؟ شنو الحم اللي تستعملوا يقعد توا ما يطيبش؟ ليه معناها قلت سؤال ما نجم يكون معناها كنحل انا العين السبنيوريه نلقى مثلا مازالت نيه ولا ليه؟ ما يغلي معناها 99 دوغري اقلهن معناها كيبدا يغلي
انا حطيته ما يغلي كيفاش موش فيتيب فهمتك بيه اموا محطوط كونجلي كيكا سير جو عندي الحق نسال لا لا اسالوا نسال اي اسمع توا عندي نعناع محطحط شايح رش شويه من فوق محطحط معناها فقري ولا كيفاش لا لا معناها فتفت ولا يقولوا محطحط مهكرش قول انت ايش تحب ما تحرك شيء توا باش نطفي ونغطيها ونخليها حتى باش تهجع اولا تلقاوها وقت اللي تجيو تاكلوها باش تفطروا تبدا هيجعه نارها تبدا عظمها طاب باش نطفيها النار ما عاد نخليها تغلي لحد العظام يطيب ترجع عليها وانا غاديك عملت التمر نتاعي توا باش نتهب الحلو عملت التمر حطيت شطاره لوز وتمر وباش نتلها بالبات هذه اللي هي البات قلت لكم بات سكري فيها زوز باكويت اسمها فاني اسمها تشيف فيها الخميره شويه خميره شطر مغرفه يلزم نلمها بشويه فرينه بالطبيعه خميره جاتو خميره جاتو اسمها تشيف اسمها تشيف اوكي مش خميره جاتو كهو لحظه بركه باش نجم نلم البسكوي نتاعي اللي هو اللي باش نعمل به الكعك هذايا يلزم يتلم ويرطاب باش نجمو نعملوه اوفيت كيما ريت كيفاش نعبيو المقروض كيما نعبيو المقروض باش تحلو تحط التمر وتسكرو صحيت ونبرمو ونقفلو ونحطو في فوالا توا الى مانيابل كيما يلزم نحطو له شويه فرينه باش نجم توا البات هذه شنو نجمو نعملو بها خلاف مثلا الجاتو هذا البات هذه والله تنجم تعمل بها حتى بو لي فون دو طاغ تنحي الخميره منها كم هي فيها سابليلي مثلا سابليلي ريتني كيفاش لميتها وتوا باش نحلها هكا كيما المقروض نحطوا فتله تمر التمر فرد كونسيستانس يبدا هو وال البات نتاعي تمر ولوز تمر ولوز تحب التمر برك تحب لوز برك تحب معناها ماهوش زياده في الخير ما تضرش فوالا صحيت انا نحب ديما نزيدكم في الخير هذاك علاش كوم انت معانا ديما نقرا لك حسابك دوب ياخذ خاطرك يا شيخ فوالا هذه تو امور واضحه باش نسكروا هكا باش من بعد هذا يولي نعاود رولي وعاود رولي ما قبل ما نعاود رولي نقصوا فوالا أظل الكعب كيفاش نجم نقشوه بك الوحدة نتاع التمر ليه؟ نجم ما تظهرش فيه النقشة على خاطر باش يتنفخ. باش نعملوه؟ نرشوا شوية فرينة مرة أخرى ونبرموه التسكيرة توا التسكيرة هذيك علاش احنا؟ هكا لعبة التسكيرة هي اللي العباد الكل تبدا تسأل عليها. باهي شوف فاطمة ونقصوه بيزوتي هكا ما تجي كان لما تقص هكا به ونقصوه كعب كعب قد الكعكه وقت نسكروها نحطو على بعضها وننزلو نزله قويه حتى تطبق هكا هذيك اللي ديما العباد تنشد عليها هكا دوبليش زيدها شويه نحطها على بعضها وننزل في القفله قد قد قش عليها كعبه حمصيه هكا ولا تنجربها انا باش نشوف روحي حاذقه ولا سينو اللي قريته اليوم زيد هذه هذولي صغيره نجموا نلفقوها من بعد نلفقوها من بعد باهي هذيك تو من بعد باش نحطو باش تعطيني شهاده في اخر الحلقه ولا بالطبيعه 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 هذيك من بعد نحطوهم في الطبق على بابي كويسون ونغزل كي تجي تقيس اربع صوابع بريسك 5 دوا باش تجيك قد قد كي تحط 5 دوا وتقص تجيك قد قد الكعب بيزوتي وقت اللي هيك فوالا هذيك هي باش تاكلها هي نحطوهم في كي نحطوهم في الطبق اف نركضوا كعبتين عظم ونحطوا فيهم فاني سماختشاف على ريحه العظم خاطر لابد تطلع فيهم وندهنوا لهم وجههم ويدخلوا للكوشه 180 دوغري يقعدوا ماكسيموم ربع ساعه باهي يا أروى ريت الفن استناع فن والله فن
فن راه يقول لي فوق عليك بلاستيكان وعمل باتوري جد خلي الفن غادي وفن هنيه ما نشبعوش من الفن لا وسورتو صويبعاتك معناها اروى بصراحه يعطيك الصحه في لي ساك اللي تصنع فيهم عايشه اش قولك فيهم دره انا اش قلت من اول ما جاي وقلت ما شاء الله والله واحد حاجه تعمل 66 كيف بالرسمي ما عرفت ما عندك معناها تخيل تقول هذه لا الاخرى لا هذه لا الاخرى لا والحاجه المزيانه الكاليتي نتاع لي ساك ساخت نعرفوا شكون اروى هماني هكا ولا انت عامله اركيتيك دانتيريور ديزاين موبيليي هكا موبيليي ان فيت انا على باز اركيتيك دانتيريور قريت 5 ans وبعديك افيك ليكسبيريونس وليت دخلت في الديزاين موبيليي في عملت اكسبيريونس في سوسيتي انا ديزاينر موبيليي نتاعها و اون باراليل كي خرجت من السوسيتي اللي كنت نخدم فيها حليت البواط داركتيكتور نتاعي اي اللي هو العام اللي فات فهمتك حليت البواط داركتيكتور نتاعي كما نقولوا حر رمضان توا لي شونتي ما ثماش برشا خدمه في الاركتيكتور وكل وانا عندي برشا ديما نقول مش نعمل ماركه نتاع تكستيل نحب برشا توسكي فاشن وكل لميت الطالون نتاعي اللي انا مغروم على الاخر بالبانتور لا الحاجات اللي نحبهم الكل عملت بهم باسيونيستا باسيونيستا اي باسيونيستا جات من باسيونس مع اهاش اروهماني اروهماني وعلاش لي ساك اروه اون فيت ما نخدمش كان لي ساك انا باسيونيستا سي اون مارك دو تكستيل اما انا بديت باللي ساك اما البوان دو ديبار نتاعي البوان اللي عملت بها البوس فهمت دونك حاجه اونيك اللي انا نخدم دي بيس اونيك في على ما Tableau de peinture est 100% cuir italien. Qui intitule le stand de théâtre, je t'ai touché un article, mais on a dit effectivement, le حق تحير شو تاخر. شو برشا. معناتها تصور هذوما كلهم انت عملتهم بايدك. كلهم avec la signature de peintre اللي هي انا اروى. وكيفاش مثلا هذوما نجموا ما يتخربشوش ما يفسدوش. ما يصير لهم حتى شيء. Bien, bien, bien protégé. ورني نوع نتاع لا عاد مش نقول لك عاديه كيفاش عادي عادي وتستعمل في كبير كبير نو اما ريالمون ميم سي تشد حكيكه سوا ديزون تحكم جيبوا لي حكيكه جربي اي اي تحت الماء ما يصير لهم حتى شيء غارونتي 100% كوير كوير زاد 100% 100% كوير ايطاليان ديجا واحد يحب يعمل بروجي نتاعو معناتها في الملول معناها على الاقل يبدا الماتيغ لا معناتها عاديه وبعد أي. يتعرف ومن بعد يبدا يعمل حسب الكليونات انت بديت من الفوق انا طول بديت من فوق انا بيرسونيلمون برشا ذواقه برشا عين كبيره ونحب كان الحاجه لوكسيوس برافو عليك دوكو مش انا خاطرني انا نحب حاجه لوكسيوز ونجي نبيع لك انت ما نعرفش ان ساك اون سوميلي كوير ولا تابلو امبرسيون ديجا ما ثماش انوفاسيون ما ثماش كرياتيفيتي اي السكان نتاعك تحسهم تاع تاع ناس معينين ولا اي عبد ينجم ديستيني بور اون جام سبيسيال على الاخر وعبيد بر شي يفهموا في الفن و... وعندهم ذوق يجيك يقول لك نحب مثلا ما نعرفش انا تابلو دو بانتور على ساك نحب الفورم الفلانيه اكزاكتومون اون فيت كليونيت براتيكومون كيفاش تعجبها التابلو هذايا تعجبها الفورم نتاع الساك هذايا يعجبها الكولور دو كوير نتاع الساك الاخر تم كومبينيزون اكزاكتومون باهي تخرج لها بيس اونيك اللي هي واضح باهي الشوا نتاع لي فيزاج نتاع النساء ذاك هو ما تبدلتوش بيان سور فما صيد يظهر لي فما وجه نتاع تاع نمر جو كرو هذاك سكينة ديجا برجك الاسد برنسيس شكون هذيك سندريلا لا لا جاسمين جاسمين او فما يظهر لي باتمان يظهر لي غادي ولا لا باتمان ولا انا عينيا لازمني ليني صاحبتها فريدا علي فريدا فريدا لامور دو ما في دونك برشا نخدم على لي بيرسوناج كوم فريدا مارلين مورو لهنا لابسه شاشيه لابسه شاشيه وبلوشام وكل ونخدم برشا على لي فام اكزاكتومون معناها انا كي نجي نقول لك حاجتي بفيزاج معين مثلا مثلا ونحب نلبسوا ساك نحب ندور بيه والله ثما كليونيت يحبوا كيف ما هكا نصورهم اي مالغري انا جو سوي كونتر ليدي وكي تبدا كليونتي كليونتي نقولها سانسيرمون مانيش باش نخدمه لك مي اي اللي تحب نخدم لها
انا يحبوا وجوههم في سكانهم يخرجوا انت باش ما يتسرقش كان الناس عليك عنده باغ كونتر باغ اكزومبل تعطيني الفوتو نتاعك وتقول لي انا خرج لي منها بيرسوناج اي ياسر يجيك ساك محلاه ما عرفت كان لو بورتري اللي افيك لي ديتاي بالاخشام وكل بون انا جو ديتيست فهمتك او ديبي كنت نخدم ميتاويكا بيان سور خاطر هي المارك نتاعك وما تحبش في المارك نتاعك تبدا حاجه ماكش راضيه عليها مانيش كونفانكو بها وعلاش كان لي فام علاش مثلا ما عملتش حاجات جو سي با اشب اي هما صحيح اشب علاش احنا ما حلينا نساء نعرف احلى من نساء لين ليش نعملوا لهم لين؟ ايش نعملوا لهم؟ يشربوا والله بالحق ما خممتش عن حاجات الرجال لا لا ديجا الكوليكسيون بتاعي جديده ديستيني بور لي زوم زاده لي زوم ايش فيها الوجوه مثلا؟ لا مش في لي ساك في لي بريت ابورتي لي ساك فيرج اللي مش نخدمهم للرجال جوست اون كوير مي باغ كونتر دي بول اي تو جام بريت ابورتي بور لي زوم بور لي زوم فهمتك كيفاش ينجموا يشريو كان تعطينا لادريس باج فيسبوك كيفاش اكزاكتومون باج فيسبوك نخدم برشا على الفيسبوك والانستغرام سورتو انستغرام باسيونيستا ونخدم برشا راهو يا جماعه باسيونيستا وتقولوا لهم كيفاش تكتب راه في الاخر مكتوبه اهاش اهاش واس كهو اس كهو اوكي اكزاكتومون وشنو اخر نعرفش وين مثلا فيسبوك انت كان زيدا فيسبوك ونخدم على ليزيفينمون جونغ ليزيفينمون اللي انا نخدم فيهم pratiquement chaque mois avec Isabelle Enault Mood Talent sincèrement قدم لها تحيه كبيره على الاخر خاطر تفرج فينا هي فيدال ما تفرج فينا اي تنقلها تفرج فينا ديجا تحبني على الاخر دونك ايزابيل تعمل هي لا فونداتريس دو ليفينمون هذا اللي اسمه مود تالنت فيه بليزيور كرياتور اي كرياتريس توانسه ولا من العالم توانسه mais vraiment bien 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 sélectionné et tu خدم برشا على l'image de marque ou l'image de l'événement plutôt وقت ايش l'événement ان شاء الله في رمضان 30 31 1er mai و prochainement cette semaine le weekend هذا عندي الفاشن ويك فهمتك يعطيك الصحه ديجا samedi marché de créateurs مش نكون فيه في الفاشن ويك يعطيك الصحة روعي عندك عام حتى أقل من عام أقل من عام برافو برافو بالحق برافو يعطيك الصحة في اللي تعمل فيه وربي معاك تبع فنانين ما تبعش؟ إي بيان سور تبع وتعرف اللي يدور ياسر تنبر على الفنانين إي نتفرج عليها تعجبني على الأخر إيش قولك؟ عسل راهي الطفلة مني دخلت حبيتها سبحان الله شو عملك فريدة؟ تحب فريدة أنت بيان سور شكون ما يحبش فريدة؟ نحب فاطمه اكثر حبيتك على الله يخليك زدت حبيتك ما يعيشك الله يخليها ماي قالت البارح للانفيتي معانا قالت لها نحب نعمل فاطمه يا اخي قلت لها زيد فريدو اعمل لها حوايج سهله الو درة باهي ليش تلخنا اليوم باش نبداو فيها بخبر على الفنانه التونسيه زينه القصرينيه اللي بعد الخماضه اللي صارت لها المده الاخرانيه قررت تقص نزاع اللي بلسان وتاخو حقها بالحاكم زينه قالت انها باش ترفع قضيه على كل من احسب شكيب درويش محمد بوغلاب طاهر الفيزا صادق حلويس والاتهامات تتعلق بحرية التفكير الأمر بالاعتزال المس بالحرية التعبير القذف الشتم مغالطة الرأي العام يا زينة خدمة لوكس هذيا زيدهم تهمة الجاسوسية وعدمهم الكل فرد مرة يلا يا لطيف ما خويها الله وحد عليها المحامي اللي باش يهزها الكل لا لا باش يتهفتوا عليها المحامي بيان سور بون احسن حاجه واحد يعملها توا في عود ما يقعد يخرج في البلاتوات ويحكي القضاء ثم القضاء اكزاكتومون ريت انا كي تولي هكا بعقلك اي اي هذاك العرق نتاع القديم الخبر الثاني على الممثله اللبنانيه اخت يوسف الخال لوزة نيكول سابا ورد الخال اللي قالت في حوار مجلة سيدتي إنها مش عاجبها الحال في الدراما اللبنانية قالت لك مخلين الكبارات على جنب ويجيبوا في الوجوه الجديدة مشكلة الناس الكل والوجوه اللي تشوفيها في التلفز ما همش قاعدين قالت لك يطوروا في رواحهم به وهي إيش تعمل باش تطور روحها قالت لك يا فاطمة أنا نهار الكل نتفرج في الأفلام الأمريكان باش نتعلم منهم التكتيك متاع التمثيل الجديد عليه خيتي هو العلم بالفرجة هاني نعرف وحدة ليفقة النهار كنت تفرج في عادل إمام وباسم يوسف باسم يوسف وديما ماستا ريتني حليني حكيت لكم
لكم المره الاخرى كيفاش اصلا نصري وليت عاقله وناس مليح وسبب انها تشاور في الطبيب النفسي نتاعها على كل كلمه تقولها، ما عادش تسب وما عادش تعارك والناس الكل عندها محلاها وما بينهم. البسي نتاعها غاب نهارين، يظهر لي المصرانه الزايده تحيرت له، والا اصاله بالمرج نتاعها فقعت له المراره. كي ما لقاتش شكون يأطرها ويحتويها اتسيبت على ذا فويس وقالت انه برنامج اكتشاف المواهب اللي قاعدين تشوفوا فيه قاعد يدعس على المشاعر نتاعنا ويهبط في الذوق العام نتاع المشاهد بالمشاركين بلجنه التحكيم. البسي نتاعها بعد ما قرا ستاتو ما هو عنده المراره والزايده زاد جلط مشي لبسي واحد اخر مسيكني عالج. اخر خبر على الممثل الامريكاني سيلفستر ستالوني اللي حسب موقع ديدلاين قال انه باش يكمل دور رامبو في الفيلم في نسخته الخامسه. جوست نحب افكركم انه الجزء الاول خرج عام 82 واخر جزء الجزء الرابع خرج عام 2008 يعني 10 سنين التالي. ونزيد نفكركم انه دور رامبو الكل اكشن ضرب مضروب تنقيس وتشقليب في الهواء. جوست نحبكم تفهموني 71 سنة عمره ستالوني بارك الله عم الحق باش يضرب ولا باش تضرب؟ اش توكلوا فيه؟ الراجل يبدا عنا مكهب على الخمسين ونهار الكل يا قلبه يا جنبه وعندهم في السبعين يعمل رامبو. يعمل رامبو 5 زاد مش حتى رامبو كهرباء معناها يلزم حاجة ما أقوى من اللي تعدي رامبو رامبو راهو رامبو معناها تبارك الله عليه اش وكلوهم يا شيف يا شيف زيت زيتونة ولا والعظم العربي وكلوه ولا كنتاكي وكلوه البسيسه بالفيكيا وي دورا ميرسي بوكو اروى ميرسي يعطيك الصحه في اللي تعمل فيه الكل برافو مرحبا بك مره اخرى زاد بحذانا يعيشك هكا المره هذه وريتنا لساك المره الجايه جيب لنا البريتا بوختي ان شاء الله ان شاء الله قدرة ربي خاطر عيد ميلادي تكثروا دونك محليكم تريز هوروز اللي انا جيت بحذاكم وقدم تحيه لدارنا سورتو ما خاطرها تعب معايا برشا صاحبتي مريم وهدى بن عيد يعطيك الصحة ونقدموا لهم بيان سور تحية يعيشك نخرجوا بيبليسيتي ونرجعوا